بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة مع ازاي نتعامل مع فلاشة يو اس بي مع اجهزة ريكو اللي هي المكانات الاربعة في واحد اللي هي تصوير وفاكس وسكانر وطباعة. الماكينات دي بتبقى فيها خانات ميموري من الجنب كده و يو اس بي اهو، وبرضو في المكنة من ورا برضو بيبقى فيه خانتين يو اس بي وميموري، بس الميموري اللي في ظهر المكنة بيبقى مقفول بشريحة معدن كده عشان خاطر ده بينزل بيه السوفت وير بتاع المكنة، يعني ده مش ميموري للطباعة منه وإنما ده للسوفت وير الخاص بالمكنة. أما الميموري اللي في الجنب اللي في الكنترول بانل أو في اللوحة اللي هي فيها لوحة المفاتيح والشاشة دي اللي أقدر أطبع منها. معلومة مهمة، ما ينفعش توصل كارت ريدر وتطبع منه في ماكينات ريكو وزيروكس وبرضو كيوسيرا. ما ينفعش ان انا اوصل كارت ريدر في اليو اس بي واطبع منه، لكن ينفع اوصل الكروت اللي هي الميني في الجنب واطبع منها كارت ميموري او كارت مايكرو او ايا كان حجمه ويتوصل في الجراب بتاعه اللي هو بيبقى الشكل ميني. طبعا ده اللي عندهم كروت الميموري القديمة يعني. طيب انا دلوقتي معايا فلاشة، اهم حاجة لازم يكون الاكستنشن الملف اللي هيطبع يكون بي دي اف، ما ينفعش اطبع غير صور او بي دي اف، لكن وورد لا. هوصل الفلاشة هنا، المكنة متديش اي انديكيشن ان هي حست بالفلاشة، لكن عشان اقدر اجيب الفلاشة بتاعتي بروح هنا وبدخل هنا. طبعا السوفت وير عندي هنا فرنساوي وبيبتدي تظهر الفلاشة اهو في الجنب، وبيظهر هنا الملف البي دي اف الموجود هنا. لو في فولدرات وفي بي دي افات هتظهر كلها تحت بعض. مجرد ان انت بتختار الملف او مجموعة الملفات وتدوس على التصوير هيبتدي يطبع على طول. طب انت عايز تعمل اعدادات قبل الطباعة، زي انك انت تطبع دوبلكس مثلا وش وظهر، بتروح جاي هنا وبيبتدي تظهر لك الاعدادات. هتطبع من انهي درج، الريزوليوشن بتاع الطباعة قد ايه، ممكن تخفض الريزوليوشن شوية تخليه مثلا 300 عشان لو عايز توفر شوية في الحبر. الطباعة بقى اللي هو هتطبع على دبل فيس، نخلي بالنا في هنا اتنين دبل فيس، واحد هيطبع الورق عكس بعض، يعني الورقة هتطلع من ناحية سليمة لما تيجي تقلبها الناحية التانية هتلاقي الكلام طالع معكوس، ده عشان لو خطر هتصور ملزمة بالعرض وتبتدي تقلب الورقة كده كأنك بتقلب دفتر وصولات أو حاجة زي كده. ده اللي هو الطباعة العادية خالص اللي هو دوبلكس وش وظهر عادي، كأن أنا بقلب يمين وشمال مش فوق وتحت، في اتجاهات للتقليب فوق وتحت وفي يمين وشمال. ودي بقى الحاجات التانية اللي هو يبقى أكتر من ورقة يتحطوا اتنين جنب بعض في نفس الصفحة، زي فكرة السلايدز كده بتاعت الباوربوينت، إن أنا مثلا ممكن أطبع اتنين في صفحة واحدة، أربعة في صفحة واحدة، وكذلك برضو طباعة الإيه البطاقة الشخصية، وإن أنا أعمل أكتر من صورة وش وظهر في صفحة واحدة. فاحنا كده ظبطنا الإعدادات بتاعت المكنة على الريزولوشن قليلة وعلى إنها تطبع وش وظهر، وبروح قايل أوكي. كده المكنة عندي جاهزة إن هي تطبع أوريدي على طول الملف البي دي إف بالكامل بمجرد ما اديله امر الاوكي. بتطلع رساله، بتجاهلها الرساله اللي بتطلع، لان دي فيما معناها يعني لو عايز تكنسل الامر وتتراجع فيه بيبقى فيه زرار اوكي اذا او ابورت يعني، او اكمل طباعه بان اسيب الرساله هي هتختفي في خلال ثواني ويطبع على طول المكنه، هتطبع دوبلكس عدد ورقات البي دي اف بتاعي. طيب دلوقتي انا خلصت طباعه، يفضل ما تسحبش الفلاشه من المكان على طول، ما هواش كمبيوتر عادي ده عشان تسحب منه الفلاشه بشكل مفاجئ. يفضل انك انت تخرج الفلاشه بطريقه امنه، عن طريق ان انا اضغط هنا واختار الفلاشه بتاعتي واقول له خرج لي الفلاشه، فيبتدي يخرج الفلاشه بتاعتي من المكنه وتختفي خالص الايقونات بتاعت الفلاشه، يبقى انا كده خرجتها بشكل امن جدا.